رافائيل والكرة اي 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 وفي الخطورة والكرة جول راموس 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 بالنيران الصديقة يكتوي ريال مدريد بالنيران الصديقة مانشستر يسهر بالرافائيل دا سيلفا في متابعة دفاعية فان بيرسي الهولندية وفي النهاية لويس ناني يفتك الكرة الفران وراموس بالنيران بالنيران يكتوي ريال مدريد في هذه اللحظات سيناريو مخيف كرة انجليزية سريعة وصعبة على الفرقة المراكية الاسبانية والبداية نارية نارية للكتيبة الانجليزية منذ البداية مشاهدينا الكرام ثلاثة دقائق لعب وأليكس فيرغسون بالفرحة الكبيرة وجوزي مورينيو مودريتش على يسار تشابي الونسو يرجع لمودريتش اللي يراوغ ويصاب جول 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 يلعب يا الريال سجل يا بطل الابطال الليلة انت رويال رويال شيء كبير للكرواتي المثير لوكا مودريتش يمينية كرواتية مثالية وذهبية بلونك الأبيض وبلونك الأخضر في هذه اللحظات تسحر تسحر الفرقة الملكية مشاهدينا الكرام الإسبانية تحييكم وتمسي عليكم بأجمل سمفونية بحضور الجماهير الإنجليزية قلت مشاهدينا الكرام سيعاني مانشستر يونايتد بخروج ناني بعشر لاعبين بلغة التاريخ بالعراقة والمجد والجماهيرية ريال مدريد سيب رونالدو العجيب هذه الكرة الأرجنتينية مسعود أوزيل باللمسة الألمانية ورونالدو في المتابعة الهجومية في ريال مدريد مشاهدينا الكرام رونالدو هو الحل هو الكل في الكل الأقدام البرتغالية تمزق الشباك الإنجليزية ريال مدريد يقلب الطاولة على مانشستر يونايتد يقلب الدولة بفرحة باطنية.